بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعوة من رب الأرض والسماوات إلى من أرهقته الذنوب والمعاصي في هذه العشر المباركات، في العشر الأخير من رمضان، في الليالي الوترية منه، في ليلة مباركة أنزل الله فيها قرآن. إنها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. هذه الليلة المباركة العبادة فيها خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بفرضية هذه الليلة وبمشروعيتها، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ليلة القدر تنزل فيها ملائكة الرحمن برفقة جبريل عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس. ليلة فيها دعوة من رب الأرض والسماء إلى المغفرة، إلى التوبة، إلى إصلاح الحال مع الله عز وجل. التمسوها في العشر الأخير من رمضان، التمسوها في الوتر من العشر الأخير من رمضان، التمسوها في خامسة تبقى أو سابعة تبقى أو تاسعة تبقى. إنها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. قد تكون ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين، فلا تحرم نفسك من هذا الخير. اغتنم هذه الليلة بالطاعة والعبادة، بالإكثار من الصلاة والاستغفار والذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وقراءة القرآن والدعاء لإخوانك المسلمين عموما ولأهل سوريا خصوصا. إنها ليلة القدر هي سلام من الشر والآثام، هي سلام من الكربات، هي سلام من الشر، هي سلام من الغم. فاحرصوا على اغتنامها، احرصوا على فعل الخير فيها، احرصوا على ألا تفوتكم هذه الليلة. فالمحروم من حرمها. اجتهدوا إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع والتبتل في هذه الليالي المباركة، وبالأخص في الليالي الوترية منها. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا خير ليلة القدر، وأن يعيننا على صيامها وقيامها، وأن يفرج عنا وعن المسلمين كل هم وغم وكرب وضيق، وأن يعجل لنا بالنصر والتمكين.